السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة ياس كيك، معكم محمد ياسين. نتمنى تكونوا دائما بصحة جيدة إن شاء الله. العيد ما بقى ليه والو، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. اليوم كنقتار عليكم ثلاثة الأنواع ديال الحلويات باش تزينوا بهم مائدة العيد. حلوات صغار، شخصيا أنا ما كيعجبنيش الحلوى تكون كبيرة. إن شاء الله نتبعوا جميع المراحل خطوة بخطوة، ما نزقلو والو وغادي نحصلوا على حلويات رائعين يحمروا لكم جاكم. بلا ما نطول عليكم نمشيو نكتشفوا المقادير ونبداو على بركة الله بالبهلة اللي كتجي واعرة بالفواكه الجافة ديالنا. في أمبول ديال التخلاط نديرو الدقيق ونزيدو عليه السكر كلاسي، اللوز وكاوكاو مهرمشين، الزنجلان، الخميرة الكيميائية. من الأحسن نستعملو الخميرة الكيميائية ديال العبار، راه موجودة عند بائعي مواد الحلويات ولا عند العطار. ومن بعد نزيدو لافاني وفي الأخير شوية ديال القرفة ونخلطو مزيان حتى يتجانسو لينا كاع هاد المكونات الجافة ديالنا. ومن بعد غادي نجمعو هاد الخليط بالزيت النباتية، نستعملو زيت اللي تكون دو كاليتي، ذات جودة عالية. انا كنزيد الزيت بشوية بشوية حتى نشوف القوام ديال الخليط، خصو ما يجيش قاصح وما يجيش خفيف بين وبين. اذا نزيدو الزيت بشوية بشوية حتى نحصلو على القوام اللي كنقلبو عليه. نذكركم ان جميع المقادير غادي تلقاوها في صندوق الوصف. نكملو التخلاط، البهلة ديالنا خاصها تدلك ولا تعرك واحد شوية. انا غادي نديرها في العجانة واحد 3 حتى 5 ديال الدقائق باش تخدم مزيان. تقدروا تخدموها غير بيديكم الى ما عندكمش العجانة، هاد المرحلة هي ضرورية. نخدمو العجينة ديالنا مزيان، نبداو نشكلو دي بتيت بولات ولا كويرات صغار. انا كندير فيهم حوالي 10 غرام، من 10 حتى 12 غرام. غادي ناخدو كويرة صغيرة على هذا الشكل ونبداو نلولبو بالكف ديال يدينا ونحطو في لابلاك ولا اللاطة ديال الفران، ونستمرو في نفس العملية حتى نكملو العجينة ديالنا كاملة. ومن بعد غادي ندخلوها للفران اللي خصو يكون سخون على 170 درجة لمدة كتراوح ما بين 19 حتى 22 دقيقة. غادي ندخلوها في الطبقة الثانية ديال الفران من تحت، من بعد نخدمو الفرفرة بالنسبة للفران ديال الضو، وبالنسبة للفران ديال الغاز نشعلو عليها من الفوق حتى تشقق، ومن بعد نهبطوها باش تطيب من تحت. البهلة ديالنا كتجي على هاد الشكل، كتشقق من الفوق وكتجي رائعة ومذاق لذيذ بزاف. ننتقلوا للحلوى الثانية اللي هما دي بتي بيسكوي اولي ولا حلوات صغار بالحليب، كيجيو رائعين ورطبين بزاف. نبداو بالزبده ديالنا اللي خاصها تكون في حراره الغرفه بحال كاع المقادير الاخرى. نجبدو الزبده من الثلاجه ساعتين قبل ما نبداو نخدمو بها، نزيدو عليها السكر كلاسي ونخدموهم مزيان حتى يوليو عندهم اون تيكستور ولا قوام ديال بوماد بحال بوماده. نزيدو عليهم البيض ونخلطو مزيان بلا ماغيز ولا بان فوي طراب يدوي اذا اقتضى الامر. ومن بعد غادي نزيدو العسل، ودائما نخلطو حتى يتجانسنا العسل
مع الخليط السابق في الماء نزيدو اي مكون خصنا نخلطو مزيان باش يتجانس لينا. ومن بعد نزيدو في الاخير مكونات الجافة ديالنا اللي غادي نغربلوهم. غادي نبداو بمايزينا، دقيق والحليب بودرة، الخميرة الكيميائية، وفي الاخير لافاني ديالنا. غادي نخلطو واحد شوية بلا ماغيس، ومن بعد غادي نكملو التخلاط ديالنا بيدينا حتى تجمع لينا العجينة. غادي نديرو كويرات صغار بحال اللي درنا مع البهله، ولكن هادو كويرات اصغر، غادي يكونوا تقريبا 6 حتى 7 غرام على هذا الشكل، ونحطوهم في البلاك ديالنا ونستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا كاع العجينه ديالنا. ومن بعد ندخلوها الفران اللي خصو يكون سخون على درجه الحراره 150 لمده كتراوح ما بين 16 حتى 18 دقيقه. لي بسكوي ديالنا كيجيو على هذا الشكل، رائعين، مذاق واعر بزاف وهشاش. غادي ننتقلوا للحليوه الثالثه ديالنا اللي هما لي بول دو كوكو لا ريش بومب. بنفس الطريقه ديال لي بيسكوي بالحليب، غادي نخدمو الزبده والسكر كلاصي مزيان حتى يولي بحال اون بوماد، ونزيدو عليهم الزيت ونعاودو نخلطو مزيان. خاص دائما يكون عندنا خليط متجانس، ما نطردوش باش نخلطو مزيان مورا اضافه اي مكون. ومن بعد غادي نزيدو لافاني وشوية ديال الخميرة ونعاودو نخلطو مزيان. غادي نزيدو البيض ودائما نخلطو حتى يتجانسو لينا جميع المكونات. خلطو مزيان دقيقة حتى جوج دقائق مورا إضافة أي مكون.
ومن بعد غادي نزيدو السميده الرقيقه والكوك ونعاودو نخلطو مزيان. الاخير غادي نجمعوا الخليط ديالنا بالدقيق، نزيدوه غير بشويه بشويه ونخلطوا حتى نحصلوا على عجينه اللي تكون مقاسها بزاف ما خفيفه بزاف، ما بين وبين تكون رطبه وما كتلصقش. مقادير كامله غادي تلقاوها في صندوق الوصف. بحال الحليوات الاخرين غادي نديرو دي بتيت بول كويرات صغار. هنا غادي ندير دي بتيت بول ديال 5 غرام على هذا الشكل، وغادي نكملو نفس العمليه حتى نساليو العجينه ديالنا كامله. من بعد غادي نخشيهم في الفران اللي خصو يكون سخون على درجه حراره 160 درجه لمده كتراوح ما بين 15 حتى 17 دقيقه. الحليوات ديالنا كيجيو على هذا الشكل زوينين بزاف، نتسناو عليهم حتى يبردوا باش يقصاحوا ومن بعد نكملوا الخدمة ديالهم. غادي نتسناو على لي بيتي كاطو ديالنا حتى يبردو، ومن بعد غادي نديرهم في اناء ديال التخلاط ونزيدو عليهم النافاج و الكونفيتور ديال المشماش ونخلطو مزيان حتى الحلوى ديالنا تشرب كاع هاد المكونات. الحلوى راه ما غاديش تهرس، دونك ما نتردوش باش نخلطو مزيان، ما تخافوش. ملي نساليو ناخذو جوج حليوات لاصقوهم دو بياس لاصقوهم بحال هكا ونديروهم في الكوك. فوالا الحلوى ديالنا تكون واجده على هذا الشكل. تقدروا تزيدوا شويه ديال الفيرميسيل دو شوكولا دو كولور وتفندوا فيهم الحليوات ديالنا. تقدروا ديروا هذه العمليه مع الاطفال ديالكم، غادي تكون اون اكسبيريونس زوينه بزاف بالنسبه لهم. اي فوالا هادو هما الحليوات ديالنا، كيجيو زوينين في المنظر والمذاق بجوج. جربوهم واحكموا، ودائما الى ما فهمتوش شي حاجه
ولا عندكم شي سؤال تقدروا تكتبوا لي في التعليق وان شاء الله غادي نجاوبكم. وتفكروا دائما الا قدرت انا ندير لا غوسيت حتى نتوما تقدروا ديروها، حتى حاجه ما صعيبه. عيد مبارك سعيد والسلام عليكم.